هنا أيضا تبرز يعني يبرز دور الأسرة في غرس العادات أو الصفات الحميدة في نفوس الأطفال ودرء أو إبعادهم عن الصفات الذميمة. بعض الأسر تجدهم يحرضون الأطفال، بعض الناس سبحان الله هكذا تجدهم يحرضون الأطفال ضد بعضهم البعض، سواء كان الأطفال هؤلاء في الأسرة الواحدة أو أبناء الجيران. بعضهم مثلا أها لا يغيروك ولا شيء، مرة خذ لك حصاة، تعويد تدريب غرس مباشرة. فالتعيير هذه مسألة التعيير ومسألة إعطاء الألقاب أيضا، هذه من الأشياء المهيجة للغضب في النفس الأخرى. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب، لأجل ماذا؟ حتى يكون السلام، يعم السلام بين الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من وصايا أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكذلك تهادوا تحابوا. إذن الأصل أن نشر المحبة ضرورة بين الأمة، بين المجتمع، يعني بين المجتمع الواحد، هذا فضلا عن نشر المحبة في الأسرة الواحدة. فإذا تعويد الصغار على أخذ الثأر مباشرة، أو تعويد الصغار على رد السباب أو الشتم أو التعيير أو نبز أقرانهم بالألقاب، هذا من الصفات الذميمة التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء بهذه الصورة. فيصبح هذا الولد ينشأ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.